بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم
لهم مغفرة وأجر عظيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الله عليم حكيم Thank you.
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا فيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله وجعلناكم شعوبا وقبائل
صدق الله العظيم.